تشرفت بزيارة دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، وطبعا تباحثنا في موضوع العام الدراسي المقبل في المدارس الرسمية وفي الجامعة اللبنانية والتحديات التي تواجه انطلاق هذه السنة. خبرت دولة الرئيس أن قمت بجولة اليوم على الدورة الاستثنائية في مراكز الامتحانات، وطبعا بهذه المناسبة أوجه إلى الهيئة التعليمية، إلى المعلمين بجميع التسميات في كل المواقع اللي اشتركوا في هذه الدورة أيضا، وأشكرهم وأشد على أيديهم، لأنه دائما هم في طليعة من يلبون النداء في تحقيق الاستحقاقات التربوية. كما بحثت في موضوع صرف السلفة التي أقرها مجلس الوزراء لمصلحة الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية وكيفية إنجاز هذا الأمر بما يوفر الوسائل اللازمة لانطلاق العام الدراسي. وقد أجينا اتصال مع سعادة حاكم مصرف لبنان بالإنابة الذي سأتوجه إلى زيارته في اليومين المقبلين. شكرا لكم.